مديح لتوزيع ذي العنصرة. المجد لله القدوس، المجد لابن المحسوس، المجد للروح محي النفوس، ثالوث متلالي يشعل كالنار، وقبل صعود مخلصنا إلى السماوات قد وعدنا بإرسال المعز ليرشدنا، منتشرا شبه ألسنتنا، وكان التلاميذ مجتمعين في العلية منتظرين يوم الأحد تمام الخمسين، حلول الروح بكل وقار، وإذ برعود وزلازل وصوت عظيم من فوق نازل، وحل عليهم بلا حال الروح، فقبلوه باستبشار وانبسط عليهم من غير نقصان، فامتلأ الجميع بالروح والإيمان، ونطق كل منهم بلسان، وتكلم بخفي الأسرار، فتوافدت عليهم الناس ونظروهم في فرح وإناس بحلول روح قدس القدس الذي كلمهم بنير الأفكار. قوم كانوا يتعجبون، قوم كانوا يستهزئون، وقوم كانوا يقولون هؤلاء سكر في الأسحار، فصرخ بون
تطرز بصوت عظيم وقال يا سكان أورشليم فليصغي كل فاهم حتى لا يشتبه ويحتار. ليس الأمر كما تظنون أننا سقر وأهل جنون بل بالروح مبتهج وهو ثلث ساعة من النهار وقد تنبأ يويل عن هذا الأمر الجليل فافهموا يا بني إسرائيل واصغوا لكلامي باستبشار. يسوع النصير يأت لكم من عند الله بآيات شتى وقد صلبتم حتى أقامه الله في الأسحار ونحن له شهود حيث رأينا مرارا كثيرا وعاينا ويأكلنا وشربنا ونجينا وجلس معنا عدة مرات يوم صعود إلى معالي رأينا جالسا عن يمين النبي ووعدنا بالروح من في فأتنا شبه ألسنة نار فلما سمعوا قولي سمعون قالوا تحقق سر المكنون فماذا نصنع لنكون محسوبين من جملة الأبرار فقال لهم تعالوا بأجمعكم ليصطبح كل إنسان منكم باسم يسوع مخلصكم ليصطبح
لأن الموعد لكم قد صار، فقابلوا كلمة الإيمان واستباغ الجميع باسم الديان، وكانوا نحو 3000 إنسان كشهادة الرسل الأخيار، وظهر من الرسلات وعجائب شتى بنيات، وبالروح أقاموا الأموات، والعالم بكرازتهم استنار.